مرحبا. في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، من يناير وحتى يوليو، غرق 199 شخصا في المياه الألمانية في الأنهار والبحيرات، لذلك يجب الحذر وتجنب السباحة في الأنهار والبحيرات الغير خاضعة للرقابة. إذا كنت مصابا بنزلة برد، فيمكنك الآن الحصول على إجازة مرضية عبر الهاتف بعد استشارة الطبيب لمدة تصل إلى 7 أيام دون زيارة العيادة، ويمكن أيضا تمديد الإجازة المرضية لمدة 7 أيام أخرى عن طريق الهاتف. في إجراء فوري لتوفير الطاقة، ستقوم مقاطعة بيلين خلال 3 أسابيع بإطفاء إنارة أكثر من 200 مبنى عام ومعلم سياحي في المدينة لتوفير 200,000 كيلو وات ساعي في السنة، يعني حوالي 40,000 يورو. كان معكم إلهام بوزان، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.